هو عندي تعليق صغير حوالين عرض حضرتك لشهادة حسام الغامري. نعم. شهادة حسام الغامري واللي طرحه فيها رغم أهميتها إن هو كان جزء من المجموعة المعادية الموجودة خارج مصر، سواء نعم. في لندن أو المجموعة اللي كانت موجودة في اسطنبول، هو كشف عن تفاصيل وكواليس ما كان يحدث، نعم. وكل ما يقوله أو كل ما ذكره في شهادته كان يتم الحديث عنه في مصر سابقا. نعم. الاسم الأهم هنا فيما يتعلق بموضوع قنوات تنظيم الإخوان في الخارج هو عبد الرحمن أبو دية. نعم اسم عبد الرحمن أبو دية هو فعلا يتردد على مدى 4 أو 5 سنوات. مين هو عبد الرحمن أبو دية؟ عبد الرحمن أبو دية هو إخواني فلسطيني، هو عضو بارز في التنظيم الدولي الإخواني. وهنا هو السؤال بالنسبة لنا الأساسي هنا اللي ممكن يطرح مثلا على أيمن نور إن هو القائم على قناة الشرق أو مدير قناة الشرق، أو على القائمين على في قناة مكملين زي الأخ محمد ناصر أو غيره، أو كل الهاربين العاملين في هذه القنوات في الخارج. أنا بسأل الأستاذ أيمن نور وبسأل الأستاذ محمد ناصر، قول لنا إيه علاقة قناة مكملين وقناة الشرق في عبد الرحمن أبو دية؟ محتاجين نفي منهم معلن يقولوا لنا من أين يتم تمويل هذه القنوات؟ هل عبد الرحمن أبو دية بتنسيق مع الإخوان الفلسطيني أيضا عزام التميمي إن هو مدير قناة الحوار الأخرى في لندن؟ لا يوجد أي علاقة بينهم وبين تمويل هذه القنوات. ما نعرفه وما نعلمه أن التنظيم الدولي للإخوان لديه ملاءة مالية كبيرة. نعم. بتترجم في عدد من الشركات سواء في أوروبا أو في دول مختلفة في العالم، خاصة كمان في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. من خلال هذه الأعباء المالية الكبيرة يتم التخديم على مشروع أو أفكار أو أهداف التنظيم الدولي للإخوان. أنا هنا لا أتهم أي دول، أنا أتحدث عن من يمول هذه القنوات. من يمول هذه القنوات من باب الشفافية ومن باب الموضوعية ومن باب المهنية، من باب إن إحنا محتاجين نكون صادقين مع الشعب المصري في كشف حقيقة هذه القنوات والقائمين عليها. نعم. هل لدى أي منهم القدرة على الخروج ليتحدث عن حقيقة ارتباط هذه القنوات في التمويل بعبد الرحمن أبو دية الملقب بأبو عامر، أو بيه إن هو مسلم المشرقي، أو بيه عزام التميمي؟ لا أعتقد أنهم سيقوموا بالرد على مثل هذه التساؤلات، لأن الرد على مثل هذه التساؤلات سيضرب، يعني سيكون إن هو أو يعني في حالات كثيرة جدا لما انطرحت هذه التساؤلات من الإعلام المصري ومن بعض الشخصيات المصرية خلال السنوات السابقة بيحاول يتجاهل هذه الأسئلة، بيحاول ان هو يهرب منها ويرد السؤال يقول لك طب من يمول؟ لا، كل الإعلام المصري معروف من يموله. السؤال الأساسي في أي وسيلة إعلامية في أي دولة في العالم، قل لي من يمولك أعرف اتجاهه. بالظبط بالظبط بالظبط. هذه هي نحتاج لو كان لديهم الجرأة أو القدرة يقولوا لنا من يمول هذه القنوات. شكرا لك. اتفضل أستاذ محمد. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى.